اليوم يراد أن يحاصروا منزل قائدنا ورمز عزتنا وكرامتنا. هيهات منة الله، 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 هيهات منة الله. إنه اضطهاد طائفي، إنه ظلم جلي. إن الطائفة اليوم تستصرخ العالم كله إننا نتعرض لاضطهاد طائفي، نتعرض لهجوم كبير على جميع مكوناتنا، على عقائدنا، على رموزنا، على مساجدنا، على وجودنا في هذا البلد. ولن نقبل أبدا أن نسحق أبدا. سوف تكون دماؤنا رخيصة من أجل ديننا، من أجل قائدنا، من أجل وطننا حرا سليما. كان وفيا لهذا الشعب، كان وفيا لهذا الوطن، يمتلك الإخلاص، يمتلك الورع، يمتلك كل معاني الخير. ماذا يريدون من هذا الرجل؟ ماذا يريدون من هذا الرجل؟ هل يريدون منه أن يستسلم لإرادتهم الفاسدة؟ لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله.